أهلا بك عزيزي المشاهد في فيديو جديد ونستعرض فيه حكاية فيلم المنزل رقم 13 والذي يعد ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري في السينما المصرية في القرن العشرين، وذلك نتيجة استفتاء شارك فيه العديد من النقاد المصريين عام 1996 لاختيار أفضل 100 فيلم مصري في القرن العشرين ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته العشرين، وذلك بمناسبة مئوية السينما المصرية والتي توافق أول عرض سينمائي في مصر عام 1896، وتم اختيار الأفلام بداية من عام 1927 حيث تم عرض فيلم ليلى وهو أول فيلم سينمائي طويل، وحتى عام 1996 وتم الإعلان عنها ضمن الاحتفالية التي أقيمت عام 1997، وأشرف على الاستفتاء الكاتب سعد الدين وهبة. أما عن فيلم المنزل رقم 13 فهو من إنتاج وإخراج وتأليف كمال الشيخ عام 1952، وسيناريو وحوار علي الزرقاني، والقصة عن خبر نشر بجريدة المصري. وبطولة الفيلم فاتن حمامة في دور نادية وعماد حمدي في دور شريف كامل مهندس معماري ولولا صدقي في دور سونيا شاهين ومحمود المليجي في دور دكتور عاصم إبراهيم وسراج منير في دور المحقق وفردوس محمد في دور والدة شريف ووداد حمدي في دور سنية خادمة نادية وعبد الرحيم الزرقاني في دور المحامي وذكي إبراهيم في دور جد نادية وعمر الجيزاوي في دور خادم القتيل وعبد المنعم إسماعيل في دور الحاج عاشور وفوزية مصطفى في دور ممرضة العيادة. ويبدأ الفيلم بمشهد وصول شريف بسيارته إلى المنزل رقم 13 ويكون معه مسدس، ويدخل المنزل حيث أن لديه مفتاح المنزل، ويقوم بتنفيذ جريمة القتل ضد شخص لا يعرفه، ثم يلاحظ صورة معلقة على حائط الغرفة لسيدة لا يعرفها، ثم يقوم شريف بمغادرة المنزل وقفل الباب بالمفتاح الذي معه. وفي الساعة 8 من صباح اليوم التالي تقوم والدة شريف بإيقاظه، ليحكي لها شريف عن ما حدث معه لقتله شخص لا يعرفه، وهو في اعتقاده أنه كان يحلم، ويلاحظ شريف وجود جرح في يده وتخبره والدته بأن قميصه به دم، ليندهش شريف من ذلك، ويقوم شريف بأخذ علاج الدكتور حيث أنه مريض نفسي، ويتصل شريف تليفونيا بالدكتور النفسي عاصم إبراهيم والذي يعالجه، ثم يحكي له الحلم المزعج الذي حلم به، ثم يأخذ منه ميعاد في العيادة الساعة 12 ظهرا، ويخبره بأنه ذاهب مع نادية خطيبته لاختيار الشبكة قبل الميعاد، ليبارك الدكتور له. ثم يجهز شريف نفسه للخروج من المنزل وتخبره والدته بأنها سوف تشتري هدية لنادية بهذه المناسبة، وتحمله سلامها لنادية، ثم يتركها شريف وينصرف. وبمجرد أن يصل شريف بسيارته إلى منزل نادية، تذهب سنية خادمة نادية لتخبرها بوصول شريف خطيبها وهو منتظرها في السيارة، لتذهب نادية مسرعة إليه، ثم ينطلقان بالسيارة. وفي الطريق يحكي شريف لنادية عن الحلم المزعج الذي حلم به أمس وهو قتله لشخص لا يعرفه، ثم بعد ذلك غادر المنزل وقفل الباب بالمفتاح الذي لديه. ويصلان إلى محل مجوهرات السرجان ليختارون الشبكة، ثم يقع اختيارهم على عقد، ثم يغادرون محل المجوهرات ويعودون إلى منزل نادية بالسيارة. ويقابلهم جد نادية ويقدم له شريف الشبكة ليراها، ويبارك جد نادية لهما ويكون زفافهما غدا، ويلاحظ شريف عندما يضع يده في جيبه وجود المفتاح معه ليندهش من ذلك، وتلاحظ نادية ذلك ويظهر على شريف القلق ويستأذنهم في الانصراف إلى المكتب الخاص به. ويصل شريف إلى مكتبه الخاص شريف كامل مهندس معماري، ويباشر عمله بينما تتصل به نادية، ولكن سكرتيره يخبرها بأنه قد خرج. ويقابل شريف الحاج عاشور المقاول في كافيه ويتحدثون عن العمل والرسومات الخاصة بالمبنى، ويرى شريف السيدة التي كانت صورتها في حلمه بينما هو جالس مع الحاج عاشور، ليترك شريف الحاج عاشور في الكافيه ويذهب ورائها.
حيث تصل السيدة بالتاكسي إلى عمارة ويصل شريف ورائها في تاكسي آخر، ويدخل وراءها العمارة ثم يدخل وراءها عيادة الدكتور عاصم إبراهيم الدكتور النفسي الذي يعالجه. ويقابل شريف الدكتور عاصم ويحكي له بأن حلمه ليس حلما، والدليل على ذلك الجرح الذي في يده والدم الذي وجدته والدته على القميص بينما هو نائم بالبجامة. ويحاول الدكتور عاصم أن يجد له مبررات لذلك، ثم يريه مفتاح المنزل الذي معه ليبرر له الدكتور عاصم أيضا ذلك. ثم يحضر الدكتور عاصم له دواء مهدئ ويعطيه له، بينما يخبره شريف بالسيدة التي كانت صورتها في الحلم وقد رآها للتو وهي داخلة عنده في العيادة. ليقوم الدكتور عاصم باستدعاء التمرجي ليقوم بإدخال السيدة التي في انتظاره بالخارج، لتدخل عليهم السيدة وتكون سيدة غيرها وهي مريضة عنده، ويراها شريف ويكون مندهش بأنها ليست السيدة ويخبر بذلك الدكتور عاصم ليؤكد له الدكتور عاصم بأنه كان حلم وليس حقيقة، ويقتنع شريف بذلك ويتركه وينصرف. ثم يذهب الدكتور عاصم إلى المريضة والتي تكون كوثر ممرضته ويأخذ الملابس التي عليها ليعطيها إلى سونيا والتي تكون ملابسها، ويشدد عليها بعدم المجيء إلى العيادة مرة أخرى، ويخبرها بأن شريف هو من قتل عباس بتحريض منه دون أن يدرك شريف ذلك. ويحكي الدكتور عاصم لسونيا تفاصيل قيامه وتخطيطه بالجريمة لينفذها شريف، وذلك بإعطائه دواء يدمر الأعصاب ليستحوذ بذلك عليه بالتنويم المغناطيسي. وتسأله سونيا عن مفتاح المنزل التي قامت بإعطائه إياه لينفذ الجريمة، ليقول لها الدكتور عاصم بأنه قد أخذ المسدس من شريف ونسي أن يأخذ المفتاح منه. ويخبر الدكتور عاصم سونيا بأنها ليس هناك دليل ضدها حيث أنها كانت بالأمس في الإسكندرية، وأنها سوف تصرف بوليسة التأمين وقيمتها 15,000 جنيه وأن له النصف فيها. ويتصل شريف من مكتبه بنادية وتتحدث إليه عن ترتيبات الفرح بالغد وعن المعازيم وأجازته للموظفين، ويخبر شريف سكرتيره بأن يعزم كل موظفين المكتب على الفرح. ثم يرى شريف صورة سونيا شاهين على المجلة ليندهش من ذلك حيث أنها السيدة التي كانت صورتها في الحلم. ليقوم شريف بالاتصال بالدكتور عاصم ويخبره بأنه قد وجد صورة السيدة على المجلة. ثم يتفق شريف مع الدكتور عاصم بأن يذهب معه لمقابلتها الساعة 10 مساء في مكان عملها وهو الكباريه حيث تكون راقصة هناك والذي يكون عنوانه على المجلة. ثم يصل شريف مع الدكتور عاصم إلى الكباريه ويجلسون على ترابيزة خاصة بهم، وتأتي إليهم سونيا لتجلس معهم بناء على طلبهم إياها. ويقوم شريف بسؤالها وتنكر معرفتها به، وتذكر لهم بأنها كانت بالأمس في الإسكندرية، ثم تتركهم وتنصرف. ويتحدث شريف إلى الدكتور عاصم في السيارة وأنه قد ارتاح وأيقن أنه كان حلما، ويؤكد على الدكتور عاصم حضوره للفرح غدا. وفي صباح اليوم التالي يستيقظ شريف من نومه، وتحضر له والدته بدلة الفرح ليقوم شريف بتجهيز نفسه وتبارك له والدته وتقوم بالدعاء له. وتجهز نادية نفسها للفرح وتحضر لها سنية فستان الفرح، وتدخل والدة شريف عليها وتقوم بالمباركة لها بالزواج السعيد. وينتهي المأذون من كتابة الكتاب ليقوم المعازيم والدكتور عاصم بالمباركة لشريف بالزفاف السعيد. وبينما هم في حفل الزفاف إذا بالبوليس يأتي للقبض على شريف، ويقومون بأخذه إلى المنزل رقم 13 مكان حدوث جريمة القتل. ويندهش شريف بالجريمة وأنها ليس حلما كما ظن، ويبدأ المحقق في استجواب شريف عن الجريمة. وينتهي الاستجواب بإتهام شريف بقتل المجني عليه عباس شاكر مع سبق الإصرار والترصد، والدليل على ذلك وجود بطاقة شريف الشخصية في مكان الجريمة، وعندما تم أخذ بصمات شريف إذا بها تكون نفس بصمات القاتل، بينما ينكر شريف معرفته بعباس شاكر وعدم ارتكابه لجريمة القتل.
ثم يقوم البوليس بأخذ شريف والتحفظ عليه واستكمال التحقيقات. وتنطفئ الأنوار في منزل نادية، وإذا بجد نادية يخبرها ويخبر والدة شريف، وذلك بعد مجيئه من الخارج، بأن شريف متهم في جريمة قتل. لتندهش والدة شريف ونادية عدم تصديقهم لذلك، بينما يتصدر خبر القبض على مهندس في ليلة زفافه صفحات الجرائد. وفي اليوم التالي تذهب نادية برفقة المحامي الأستاذ حمدي إلى النيابة العامة لحضور التحقيقات، وإذا بهم يقابلون الدكتور عاصم والذي تم استدعائه لأخذ أقواله كشاهد. ويتم استدعاء الشاهد الأول عبد الحافظ عبد الحفيظ لأخذ أقواله، والذي يكون الخادم لدى القتيل، وعند سؤاله بمعرفة شريف ينكر معرفته وأنه لم يراه. ثم يتم استدعاء الشاهد الثاني وهي نادية سيد فهمي زوجة شريف، ويتم أخذ أقوالها، وتسرد للمحقق تفاصيل الحلم الذي حكاه شريف لها ولوالدته وللدكتور، وأنه اندهش لتواجد مفتاح المنزل معه. ثم يتم استدعاء الشاهد الثالث وهو الدكتور عاصم إبراهيم، ويتم أخذ أقواله، ويشرح لهم الدكتور عاصم حالة شريف، وأنه مريض عنده منذ 6 أشهر، ويعاني من انهيار عصبي وأحلام مزعجة بالليل، والدواء الذي يعالجه به عبارة عن دواء وأقراص مهدئة للأعصاب يتم تحضيرها عنده في العيادة. ثم يتم استدعاء الشاهد الرابع وهي سونيا شاهين لأخذ أقوالها، وبسؤالها عن معرفة القتيل تقر بمعرفته وترددها على المنزل، ثم بسؤالها عن امتلاكها لمفتاح المنزل تنكر عدم امتلاكها له، وتحكي لهم بأنها كانت في الإسكندرية ليلة وقوع الجريمة. ثم يأتي جواب من شركة التأمين إلى النيابة يفيد بأن القتيل قد ألغى بوليسة التأمين الخاصة بسونيا شاهين قبل الجريمة بشهر، ويطلب شريف من نادية عند مقابلتها بأن يتم الطلاق بينهما خشية عليها من مصيره المجهول، ولكن نادية ترفض طلبه. وبينما تصل سونيا إلى منزلها إذا بها تجد الدكتور عاصم في انتظارها، والذي يتحدث معها عن بوليسة التأمين التي تم إلغائها وعدم حصولها على الفلوس، بينما يدق جرس الباب فيختبئ الدكتور عاصما، وتفتح سونيا الباب لتجد نادية، وتتحدث معها نادية عن القاتل، وذلك بحكم صلتها بالقتيل، ولكن دون جدوى من سونيا لتتركها نادية وتنصرف. ثم تذهب نادية مع المحامي إلى شريف، ويخرجون من نقاشهم معه حول تفاصيل ليلة الجريمة بأن تذهب نادية إلى والدة شريف لسؤالها عن ما قام به ليلة الجريمة. وتصل نادية إلى منزل شريف وتقوم بمقابلة والدته وتسألها عن ما حدث ليلة الجريمة مع شريف، لتحكي لها تفاصيل تلك الليلة. ثم يصل الدكتور عاصم إلى منزل شريف وتقوم نادية بمقابلته، ويعرف منها عن ما وصل إليه المحامي، لتخبره نادية بأنهم لم يصلوا بعد لمن أعطى المسدس والمفتاح لشريف لينفذ به الجريمة. ثم يقوم الدكتور عاصم بمواساتها ويتركها وينصرف. وفي اليوم التالي تكتب الجرائد عن جريمة المنزل رقم 13 وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، ويأتي يوم المحاكمة ويتم استدعاء شاهد وهو صابر أمين، ويحكي للمحكمة عن رؤيته ليلة الجريمة لشريف وبصحبته شخص لا يعرفه هو. ثم يستأذن صابر المحكمة في سفره إلى دمنهور، وأنه تحت أمرها إذا ما تم استدعاؤه، ويكون الدكتور عاصم حاضر الجلسة، وينادي شريف على نادية ويخبرها بأن تذهب إلى صابر وتخبره بألا يسافر حيث أنه يريده. ويذهب الدكتور عاصم إلى صابر في شقته ويقتله لأنه الشاهد الوحيد عليه. وفي نفس الوقت تصل نادية إلى شقة صابر وتدخل حيث أن الباب مفتوح، لتجد صابر مقتولا، ويظهر الدكتور عاصم وكأنه داخل الشقة ويتصل بالمحافظة للإبلاغ عن جريمة القتل، وتنسى نادية شنطتها في الشقة. ثم يقوم الدكتور عاصم بأخذ نادية إلى عيادته ويقوم بتنويمها مغناطيسيا، ثم يأمرها بأن تكتب جواب اعترافها بقتلها لصابر وأنها ستنتحر. ويستطيع شريف الهرب من السجن ويذهب إلى عيادة الدكتور عاصم،
بينما يأمر الدكتور عاصم نادية بعد أن كتبت الجواب بأن تذهب إلى كوبري إمبابة معه لتلقي بنفسها وتنتحر. ويصل شريف إلى عيادة الدكتور عاصم ويجد سونيا وتعترف له بأن نادية قد أخذها الدكتور عاصم إلى كوبري إمبابة. ويذهب شريف إلى كوبري إمبابة وينقذ نادية ويقبض البوليس على الدكتور عاصم، ويتم نشر الخبر في الجرائد بالقبض على الدكتور عاصم وشريكته وبراءة شريف كامل. وإلى هنا عزيزي المشاهد نأتي إلى نهاية الفيلم والفيديو والذي نرجو أن ينال إعجابك. شكرا لك عزيزي المشاهد على مشاهدتك للفيديو.